ايش قصة فهد المولد؟ فهد المولد اللي هو نجم المنتخب السعودي وكذلك نجم نادي الشباب السعودي، اخذ له اجازة بسيطة في منزله في دبي، عنده بيت في دبي، وكان سامر هو اخوياه. في الصباح لقوا شرطة دبي طايح في حوش بيته، طايح من الدور الثاني، من الشرفة الدور الثاني او البلكونة. شرطة دبي نقلت فهد المولد الى احدى مستشفيات دبي الشهيرة، واخذوا اخوياه متحفظين كذلك على اسمائهم، وسووا معهم تحقيقات، رغم ان اخوياه بعد ما سمروا وراحوا الله اعلم، لكن شرطة دبي خلاص الان في تحقيقات ومتكتم على ذلك. وفهد المولد الان يعاني من تهشم في الجمجمة وكذلك كسور في الرقبة وبعض اجزاء الجسم بسبب عملية السقوط اللي من الدور الثاني او الشرفة الثانية. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، السلطات السعودية والقنصلية في دبي حق المملكة العربية السعودية لا طول في عمرها يبغى ينقلون فهد المولد من دبي الى العاصمة السعودية الرياض باحد مستشفيات الرياض علشان باختصار يشوفون ولدهم عندهم، لكن الكادر الطبي والفريق الطبي صعب نقل فهد مولد بسبب حالته الحرجة، والآن هو في العناية الفائقة. شرطة دبي والحكومة السعودية الآن في حالة التحقق وبشرعون في حالة التحقق ومتكتمين كذلك ومحتفظين بالأسماء اللي الأشخاص اللي كانوا معه، هل هي جريمة أو سقط أو أيا كان، التحقيق ما زال مستمر، لكن إن شاء الله يا رب نقول إنه طاح بالغلط أو تعثر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، بإذن الله يا رب الواحد الأحد هذا اليوم إنه يخرج لنا سالم غانم ويرجع لعياله وأهله والجمهورة والأحباء والمنتخب السعودي، وبإذن الله إنه يلعب كذلك في كأس العالم القادم بإذن الله الواحد الأحد. أنا أخطأت وانقصت، فأنا بشر مثلكم، لا تنسوا برنامج أصفر، تشرفوني هناك ومرحبا ألف.